السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميزابوني على قناة رقم 1 تعليم السياقة وقناة رقم 2 البريكوراج. هذا الفيديو بمشيئة الله بعد ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح بين لي دو شان باسكو تاع الماروتيزان اللي تبعوني في هذيك القناة رقم 1 وتاع البريكوراج باش تعوم المنفعة لكي تستفيدون الجميع. هذه قرعة تاع الماء دوريجين من 2005 20 سنة ما تغسلتش، صدق أو لا تصدق، صبتها كارثة، تقريبا ساعتين وأنا نقي فيها كارثة. وش حبيت نقول أحبابي في الله، ما حبيتش نرجع إلى صب مادة روح الملح لداخل، هو ما يشرى والو باسكو سي دي بلاستيك، سي أونكور بير، البلاستيك تاعو طري طري فور على 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 على, على, على على العبوه تاع 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 روح الملح، طري طري فور، خشينه بزاف، خشينه متينه صحيحه، تقدر تدفق فيها، لكن انا ما حبيتش نرجع ندفق لي سبريت سال ولا، حبيت نقيها ناتشورال، درت لها ليكيد فيسال، الماء، ما استعملتش الماء سخون، وراني هاد الأداة، هاد الأداة وشنو؟ هو عبارة على سلك مرونفورسي مربوط فيها مادة سكوتش بريت. هاد المادة سكوتش بريت بحيث يمكن انحناؤها من اي اتجاه كان، تربطها تطوي سكوتش بريت هنا في هذه المنطقة هنا لتحت هنا راه مطوي حوالي واحد 2 سنتيم معوج باش ما يقطعلكش سكوتش بريت وباش ما يخبشلكش البلاستيك لداخل، باسكو الا خبشلك البلاستيك لداخل تولي هذه القرعة كارثة كيتوسخ المرة الجاية. إذا لازم تطوي هنا حوالي نصف سنتيم إلى 2 سنتيم، تطويها وتحط فوقها هاد المواد سكوتش بريت وتعوجها كيما تحب. علاش نعوجوها؟ ربما البعض منكم يسأل في اليوتيوب على قناة رقم 1 أو 2، صلي على رسول الله أحبابي في الله، علاش نعوجوها؟ هكذا ولا هكذا؟ على خاطر كاين واحد المناطق صعبة الوصول إليها داخل القارورة الماء تاع الماروتيزان، باش نلحقو نقيو هنا وباش نلحقو نقيو هنا، ما تقدرش ما تعوجهاش، ديرها قبالة ما تدخلش، كي ديرها قبالة تدخل طيح لك هنايا، لكن الوسخ كان بارتو متراكم ومتناطر في كل مكان من داخل هاد القارورة تاع الماء. شوف كيفاش يدخل. شوف كيفاش يدخل، شوف كيفاش يلحق، شوف كيفاش يلحق، شوف وين تحب، حتى هنا حتى هنايا حتى هنايا من 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 الداخل من الداخل حتى هذه المنطقة المسطحة من الداخل تلحق لها تلحق لها وتنظفها جيدا. شوف ديجا رايتنا ها لقات خلاص، مازال غير واحد شوية هنا، مازال هنا برك ها هاو يبان في الضو، ها ندير لكم في الضو، مازال غير شوية هنا. واش الفائده من هذا التنظيف؟ تحافظ على الرادياتور اولا وقبل كل شيء، كل قنوات الرادياتور تاع اداه التبريد في المركبه تحافظ عليها، لان هذا الزبل هذا ماشي مليح تخليه، انا اللي مطنطن انا مرنك من راسي 20 سنه حتى اليوم باش نحيدها. وكيفاش تنحى خاوتي؟ ما كان والو، كان واحد الحديده لاصقه في الماروتي تطلع هذه هذه بدات توشي يدك هكذا، توشي يدك هكذا الاسفل، هذه منا الاسفل، هذه الاسفل، وتطلعها رك تخرج، على باسكو فيها رايات، رايه منا ورايه منا، وهذيك الحديده اللي راهي لاصقه في الماروتي فيها الرايه تاع الماشينه، الرايه راهي في تحتها، وهنا كاين لي راي شغل كوليسو، تطلع كوليسو ماشي تخرج ولا ما تضرب معاه والو، ما تقعدش دير لها هكذا. تطلع كوليس وتطلع زبادي احبابي في الله، زبادي تعرفوا كلكم تعرفوا الزبادي، بان بوغي كونفيتور هكذاك تطلع، توشي يدك منا توشي يدك منا راك تطلع ناحية ديمونتي التيو، طلع معاك البوشون وعندي البوشون مع التيو غسلتهم تانيك، كان بليزير خو تحافظ على الماء ثم الماء 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 الماء، اياكم ثم اياكم 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 اياكم
وضع الماء الحنفية داخل الراديتور. اللي يحب يكوني يدير الماء تاع الحنفية في الراديتور. اللي يحب يروح له البلوك وما يصيبش خوه يروح يدير الماء تاع الحنفية في الراديتور. قالك احبابي في الله بدون إطالة، كي يعجبكم هذا الفيديو صليوا على رسول الله، ما تكونوش بخالة، وبارطاجي بين الأصدقاء والأحبة لكي يستفيد الجميع. وريلهم زيدي وريلهم شوية كيفاش راني ننظف فيها، كاين واحد النقاط هنايا واعرين ما حبوش يتنظفوا باسكو البلاستيك نهار كان جديد فيه خدوش ولا هذوك الخدوش من الداخل شغل ديفو دو فابريكاسيون. لصق فيهم الخماج مليح. شوف راك شوف راك شوف هذه كيفاش راهي تنقي. شوف تكمل الاتجاه من تحب تدورها. شوف شوف هاي تبان من دير لهم غرونديسمون باش يشوفوا هنا في المنطقه. شوف منين تحب تحركها القاعة تاعها واش نروح باش ننبهكم احبابي في الله. هنايا هذا السلك هذا اللي راهو مطوي هنا الداخل ما تخليهش خارج، باش رغم انه مطوي ما يدير له والو بصح ما تخليهش خارج، راهو هنا الداخل دائما هذه خارجه سكوتش بريت هذه دائما تكون خارجه شويه على السلك بهذا الشكل. ها هو هنا نلمس فيه، هو راهو هنا دائما تخلي هذه المساحه خارجه فليكسيب باش تنظف جيدا. ها ودخلها. انا ما حبيتش نرجع كما قلت لكم الى ليسبريت سال وخش الماء سخون. تقدر دير هاد الصوالح ديرهم نورمال عادي ما حتى مشكل، ما تكسرش كاع راسك بالخف تنقالك 20 ساعة تفاعل تنقاتولي ما شاء الله. ما حبيتش نروح لهذاك الباب، خفت على القرارة تاعي. انا الحاضر احبابي في الله خفت، ورغم اني على بالي ما يصرا والو بصح لا حبيت ناتشورال. صلي على رسول الله، سلام يوتيوب. صحيح.